على ضفاف نهر الخابور انطلق المعرض الفني التشكيلي الذي جمع الفن الكردستاني بمختلف ألوانه، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الأولى على تأسيس إدارة زاخو المستقلة. اليوم بمناسبة ذكرى مرور سنة على إعلان الإدارة المستقلة لمدينة زاخو، تنظم مديرية الثقافة والفنون بالتعاون مع جروب أو مجموعة نوجان، وهي مجموعة تطوعية من شباب مدينة زاخو والطلبة الجامعيين، تنظم معرض تشكيلي بمشاركة 80 فنان من مختلف مدن وأقضية محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة. تضمن المعرض العديد من اللوحات التي عكست الإبداع والمهارات لتضم مدارس فنية مختلفة في محاولة لتعميم التجربة والانفتاح على مختلف فنونها التشكيلية. طبعا هاي مو اول مشاركه لي، طبعا العمل مالتي هو انطباعي، انا دائما احب انه اني اصنع الاعمال، يعني شلون هو اكو جانب انه بعض الرسامين ينقلون بعض الاعمال، اما اني احب انه اصنع العمل، شلون مثلا اخذ صوره لاي شجره ممكن واحولها عمل فني. طبعا لوحتي موضوعها تابعه للمدرسه السريالي، وتحكي عن حياه المراه وشلون المراه صايره مثل الشطرنج، واكو شخص يجي يتحكم بحياتها، يستنزف روحها ويسويها اشتات. واني استعملت الالوان الزيتيه وبتكنيك مسح، و تعبر عن المرأة وحياتها شلون صاير بها عبارة عن تحكم مثل الشطرنج. وهي أول مشاركة إلي طبعا، فحبيت أشارك بأسلوب اللي أنا أحبه هو السريالي. المشاركون تحدثوا عن أعمالهم التي قدموها والفكرة التي حملتها، فيما أشاد الحاضرون بالمعرض وأسلوبه الذي تميز فيه كل فنان عن الآخر. وفي الختام تم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين. تجربة متميزة حرصت عليها مديرية الثقافة والفنون في مدينة زاخو لدعم جيل الفنانين التشكيليين ودعم المواهب الفنية في المستقبل. نجلة سندي، زاكروس تي في، زاخو.